ازيكم يا شباب؟ واهلا وسهلا بكم معنا النهارده في فيديو جديد من لعبه روبلوكس. طبعا يا اصدقائي زي ما انتم متعودين نازلين معاكم النهارده انا وسوبر ميزو كانشلك، بس للاسف انا شعري راح فين يا ميزو. اوكي يلا بينا نتحرك. يلا طبعا هيبقى الدليل بتاعنا النهارده سوبر ميزو بالعربيه بتاعته اللي لونها زيت دي، هنحاول ان احنا نروح ندشدش بقى العربيه. ايه يا عم بقى لغيني؟ طيب عرفني ان انت هتحول يا عم. اوكي انزل يعني؟ ماشي يا زعيم. يلا بينا شعري رجع. يلا بينا يلا بينا العربيه هتتدشد. اوه ايوه 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 يا شيخ، جمعنا كاسات كتير. تقفل الزرار ماشي. دخلت يا معلم ونفس العربيه، نختار عربيه لونها واحد تاني. اه العربيه دي جامده العربيه دي. يلا بينا النهارده هندشدش كميه عربيات تاني. ايوه انا واقف قدامك اهو. ايوه ايوه العربيه دي. يلا بينا يلا بينا. ثواني يا صاحبي، العربيه الصغيره دي بص عامله ازاي، عامله زي علبه الكبريت. ثواني انا جاي لك اهو. اركن يا عم ميزو. يلا بينا يلا بينا عشان نجمع فلوس كتير. افتح يا باب، خش يا عم ميزو تعالى معايا جنبي. طيب يلا نتفرج على العربيات وهي بتتشلوح. اوه بس العربيات دي بتدشدش، هو بيرص عليها اصلا حاجه سخنه عشان ايه تبقى سهله في التكسير. خلاص اوكي يا معلم يلا بينا نرجع للمكان عشان نجيب عربيه تانية ونكسرها وندبدبها. ثواني 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 ثواني. عارف انا جبت ايه؟ جبت ميكروباص اخده اشغله في الموقع. مين عايز يجي يركب معانا؟ شبرا شبرا شبرا. عتب 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 عتب. جيزه جيزه. واحد الاهرام واحد الاهرام. اوكي يا معلم انا جاي معاك اهو. يا عم استنى الحمد لله اي مفرين ولا حاجه. ثواني ثواني ثواني. اوه العربيه دشدشت. شاع عمري شاع عمري اتكسر. يلا نطلع تاني نرجع لنفس المكان، هنفاجئكم هنجيب لكم عربيات خرافيه. ميكروباص اسمه ايه؟ ميكروباص. وانا كمان جبت ميكروباص. تعالى تعالى وريني الميكروباص بتاعك عامل ازاي. اللون الاحمر معلم. اه طبعا ميزو بيقول لكم لون العربيه بتاعته شبه لون اللايك او شبه لون الاشتراك. اعملوا لنا بقى سبسكرايب ولايك على الفيديو وما تنسوش تعلقوا لنا كومنت حلو. هتخش هنا عايزين نجرب الاماكن كلها. يلا بينا. شاع عمري شاع عمري. الميكروباص وقع. الحقوني بعد تعب 50 سنه جيت رميت الميكروباص ده من على السلم. اوه حلوه العربيه بتاعتك دي. ثواني طيب ثواني نوريها لاصدقائنا. ايه ده عربيه عامله زي الثلاجه برضه 60 ومشيت يا سوسه. طب انا هروح اجرب مكان تاني اكتر فيه ماشي. ايوه ايوه ايوه. المكان ده مقفول. اه بقى المكان ده في اي بي. يلا نرجع بقى نشوف لنا مكان تاني مفتوح نقدر نكسر فيه العربيه. طب انا شفتك على فكره، شايفني انا في وشك اهو. ايوه انا الميكروباص. ثواني ثواني اجي معاك. طيب كله مقفول برضو. انا لفيت اهو. اوبس شفت العربيه الكبيره خالص دي؟ هنقعد نلف حوالين بعض. يلا يا عم البنزين بتاعي قرب يخلص. جاي لك انا اهو. اوه يلا بينا عشان ندشدش العربيه. اوكي يلا نجرب دي. انزل يا عم ميزو انزل اقعد في مكانك. ايه ده احنا هنطلع السلم. ثواني انا شفت. اوه ده نظام مروحه كبيره قوي. العربيه تقع. شاع عمري شاع عمري بيتكسر. ايه ده حرام عليكم. شاع عمري في الثلاجه. يلا نرجع مكاننا تاني بقى. اه ربنا يرحمك يا عربيه كنت اصيله. باخدك اروح اجيب العيال من المدرسه واديهم المدرسه لما اطلعها نيه.